بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع مثلا السمان. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم، هنحل على أول درسين في الوحدة الرابعة. عنوان الوحدة الرابعة Unit 4 We are using technology، نحن نستخدم التكنولوجيا. أول صفحة عندك في الأسئلة صفحة 149 في كتاب جيم Vocabulary Exercises تدريبات المفردات. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I bought a new MP3. إيه من الكلمة دي؟ To play music. لأعزف الموسيقى. طيب اسم الجهاز ده إيه؟ MP3 player. Player. علشان نقول هو مشغل الـ MP3. ده اللي بنشتغل من خلاله أو بنسمع من خلاله الموسيقى. أما computer هو جهاز الحاسب الآلي. Speaker بمعنى متحدث، أو ممكن تيجي بمعنى السماعة، ولا printer طابعة، هنقول MP3 player. Number two, I use the، أنا هستخدم إيه من الحاجة دي؟ To recharge my mobile phone، لأعيد شحن هاتفي المحمول. Earphone سماعة أذن، tablet جهاز التابلت اللي هو الحاسوب اللوحي، ولا charger الشاحن، ولا mouse الفأرة، هنقول charger الشحن هو اللي بنعيد به شحن الموبايل. Number three, you can use the، يمكنك أن تستخدم إيه من الحاجات دي؟ To click on different icons on the computer، أن تنقر على أيقونات مختلفة على الكمبيوتر. Mouse فأرة، printer طابعة، charger شاحن، ولا mouth فم. Mouse فأرة عشان هو قال click on وقال كمان computer اللي هي صوت الفأرة. سامعين صوت الفأرة ده؟ ده صوت الفأرة. يبقى انت هتعمل ايه؟ click on، تنقر بالفأرة على جهاز الحاسوب. number four, I، انا هاخد ايه من الافعال دي؟ on the icon، على الايقونة. many times، عدة مرات. but the mobile didn't work، لكن الهاتف المحمول لم يعمل. هقول clicked on ولا tapped on ولا rung ولا knocked؟ هقول tapped on. طالما هو اتكلم عن الموبايل يبقى هقول tap. tap تيجي مع النقر على الموبايل اللي هو شاشة مثلا او ايقونات دون ازرار. اما click on تيجي على لوحة مفاتيح او keyboard. rung دي التصريف الثالث من ايه؟ من ring اللي هو صوت الجرس. ring rang rung. نقد بمعنى دقة، دق الباب أو قرع الباب. number five, I'd like to، أنا أود أن أخذ إيه من الأفعال؟ a selfie in front of the river. selfie هو صورة بالكاميرا الأمامية للموبايل. in front of the river أمام النهر، هقول make ولا take ولا tap ولا click؟ هقول take a selfie. take a selfie يعني اتخذ او التقط صورة بسيلفي الكاميرا الامامية. لكن ميك يصنع، تاب ينقر، وكليك ينقر هنا على لوحة مفاتيح، اما دي ينقر على شاشة. number 6, we use our، نحن نستخدم our ايه؟ in the classroom to learn، في الحجرة الدراسية لنتعلم. chargers شواحن، tablets اللي هي اجهزة التابلت، ولا players اللي هي أجهزة السماعات اللي هي أجهزة الـ MP3 بتاعة الألعاب، ولا phones. هنقول إيه؟ هنقول tablets. هنستخدم أجهزة التابلت هي اللي هنتعلم عليها في الفصل. number 7, a or an، إيه من الكلمة دي؟ is a kind of computer، هو نوع من الحاسوب. whiteboard السبورة البيضاء، charger شاحن، MP3 player ده مشغل الأغاني، ولا laptop، لابتوب هو نوع من الكمبيوتر. number 8, I like، انا احب ايه من الافعال دي؟ models. models اللي هي نماذج. this is a mobile plane، هذا this is a model plane، ده موديل لطائرة. موديل طائرة يعني نموذج لطائرة. يبقى انا احب ايه؟ sending models، ولا writing، ولا making، ولا doing. making models، احب صناعة المودلز اللي هو النموذج، وده نموذج لطائرة. اما send يرسل، write يكتب، do يفعل. number 9,
The whiteboard السبورة البيضاء is هناخد ايه من ظروف المكان the teacher المعلم between يعني بين دي يجي بعدها موقعين اتنين بين كذا وكذا next يجي بعدها حرف الجر to معناها بجوار behind معناها خلف in front يجي بعدها حرف الجر of عشان تبقى in front of أمام يبقى احنا عايزين مين behind اللي هي مفيهاش أي حروف جر هنا فهنقول أن السبورة البيضاء وراء المعلم number 10 I like to play games أنا أحب أن ألعب الألعاب هاخد إيه من حروف الجر my mobile phone هاتفي المحمول in ولا on ولا at ولا for هقول on play on my mobile phone number 11 The book is full of useful A. الكتاب مليء بإيه مفيد. Design بمعنى يصمم أو تصميم. Whiteboard سبورة بيضاء. Information معلومات. Printer طابعة. الكتاب مليء بالمعلومات المفيدة. Number two. To know some information about animals. لتعرف بعض المعلومات عن الحيوانات. هيقول إيه من الأفعال دي. At this website. Website اللي هو موقع إلكتروني. يبقى هيقول له ايه look at this website ولا click ولا tap ولا write هيقول look at this website معناها القي نظرة على هذا الموقع الالكتروني اما click و tap يجي بعدهم حرف الجر on دي معناها ينقر على tap بتيجي مع الشاشات و click بتيجي مع الماوس اللي احنا click الماوس او الكيبورد write بمعنى يكتب Number 13 A blog is blog اللي هو المدونة الإلكترونية هي عبارة عن إيه online online يعني عبر الإنترنت diary ولا dairy ولا day ولا date هقول diary diary يعني مفكرة يومية أما dairy دي منتجات الألبان day بمعنى يوم date بمعنى تمر أو البلح يبقى هنقول أن المدونة الإلكترونية هي عبارة عن مفكرة يومية عبر الإنترنت صفحة 150 Time to practice وقت التدريب Choose the correct answer from A, B, C or D Choose the correct answer from A, B, C or D Number 1 Can you هناخد ايه من الأفعال Me, a text, message When you arrive عايز أقول لك هل يمكنك أن ترسل لي رسالة نصية عندما تصل يبقى هنقول Take يأخذ Send yourself ولا Play يلعب ولا دو يفعل هقول send me a text message يعني ترسل لي رسالة نصية number two there is a keyboard يوجد keyboard اللي هو لوحة مفاتيح ناخد ايه من ظروف المكان to the laptop laptop اللي هو جهاز اللابتوب far بمعنى بعيد ما بتاخدش حرف جر to in front يجي بعدها حرف جر of مش to next يجي بعدها to يبقى هنقول next to بمعنى بجوار أما under لا تأخذ أي حروف جر بمعنى تحت number 3 my brother likes to أخي يحب أن إيه ناخد إيه من الأفعال computer studies يعني دراسات الحاسوب make ولا use ولا send ولا do هنقول do computer studies يعني يدرس دراسات الحاسوب number 4 he إيه من الأفعال his mobile to take to talk to his friends ليتكلم مع أصدقائه makes ولا smiles ولا uses ولا sends هنقول uses بمعنى يستخدم هو يستخدم موبايله أو هاتفه المحمول ليتكلم مع أصدقائه أما make دي بمعنى يصنع ويضيف لها حرف s smile يبتسم send yourself Number 5 computers and mobiles are examples of الحواسيب والموبايلات دي أمثلة لإيه؟ food طعام technology تكنولوجيا subjects مواد دراسية hobbies هوايات دي أمثلة لتكنولوجيا Number 6 he is charging his phone هو يشحن هاتفه المحمول هناخد إيه من حرف الجر A phone charger اللي هو شاحن الهاتف هنقول إيه من حرف الجر in ولا on ولا with ولا by هنقول with charge with يشحن بي number 7 we can نحن يمكن ايه من الافعال a video call مكالمة فيديو with our cousins in England مع ابناء عمنا في انجلترا make ولا take ولا see ولا send هنقول make a video call يعني يجري مكالمة فيديو
take يأخذ see يرى send yourself. Number 8 don't لا ناخد ايه من افعال photos صور to people you don't know photos صور لناس انت لا تعرفهم receive يستقبل make يصنع send yourself ولا play يلعب send لا ترسل صورا لناس انت لا تعرفهم او اشخاص انت لا تعرفهم. Number 9 ناخد ايه من الافعال the icon الايقونة on your computer على حاسوبك هنقول ايه give اعطي fill املأ دي بمعنى يملأ استمارة مثلا click يعني انقر ولا play هنقول click the icon on يعني انقر على الايقونة على الكمبيوتر. Number 10 I looked هناخد ايه من حروف الجر my watch everywhere يعني ساعتي ساعة اليد everywhere في كل مكان but I didn't find it لكني لم أجدها هقول looked ايه after لو قلت looked after بمعنى اعتنيت looked at يعني نظرت إلى لو قلت looked for بمعنى بحثت عن لو قلت looked up معناها يبحث عن معنى كلمة في قاموس يبقى أنا عايزة أقول أنا بحثت عن ساعتي هقول I looked for. Number 11 مروان likes playing games مروان يحب لعب الألعاب هناخد إيه من التكملات دي he is on the internet every day هو على الإنترنت كل يوم يبقى بيحب ألعاب إيه online ألعاب online معناها عبر الإنترنت offline يعني مفصول عن الإنترنت line لوحدها بمعنى خط زي ما بنقول railway line خط السكة الحديد و outline معناها برضو مفصول عن الإنترنت عايزين مين؟ عايزين اونلاين. نمبر 12 هقول there's a mouse يوجد ماوس اللي هي فأرة طيب هناخد ايه من ظروف المكان the laptop on the teacher's desk اللابتوب على مكتب المعلم far بعيد in front تيجي بعدها حرف جر of مش هتنفع next تيجي بعدها حرف جر to يبقى فاضل مين near near بمعنى بالقرب من لانه far يجي بعدها حرف الجر from in front عايزة حرف جر of next عايزة حرف جر to عايزين حاجة مش محتاجة اي حرف جر هي near يبقى الفأرة بالقرب من اللابتوب على مكتب المعلم. صفحة 153 language exercise تدريبات على القاعدة choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 there is هناخد ايه من الاختيارات cheese in the fridge يوجد ايه تشيز جبن in the fridge في الثلاجة الجبن ده اسم لا يعد وطالما لا يعد هقول ايه هقول any ولا some ولا a lot ولا many هقول some الاسماء التي لا تعد هاخد معاها some طيب ليه ما قلش any any تيجي في الجملة المنفية لكن دي جملة مثبتة ليه ما خدش a lot a lot ما تيجيش لوحدها لازم يجي بعدها of اما many بتيجي للاسماء التي تعد خلاص احنا عايزين ايه some. Number 2 I am very thirsty انا عطشان جدا can I have هل يمكن ان ايه بعض ايه هنا هقول many ولا a lot ولا some ولا any cold water please عايز اقول هل يمكنني ان احصل على بعض الماء البارد من فضلك ده سؤال بس سؤال غرضه ايه الطلب وسؤال غرضه الطلب او العرض هناخد فيه سم يبقى can I have some هل يمكن ان احصل على بعض في الماء البارد. Number 3 there هناخد ايه من اختيارات دي a printer above the table a printer طابعة فوق المنضدة هقول is ولا are ولا has ولا have هقول is there is ليه لانه ده a دي تدل على المفرد وطالما مفرد يبقى هنقول there is اوكي ادي أداة نكرة تسبق الاسم المفرد. Number 4 are there هناخد ايه من اختيارات tablets عايز اقول هل يوجد هناك اي اجهزة tablet ناخد some ولا a ولا any ولا a lot ده سؤال سؤال yes او no السؤال ناخد فيه ايه any السؤال اللي اجابته yes او no اللي هو اسمه سؤال بهل ناخد فيه any لكن السؤال اللي الغرض منه الطلب او العرض ناخد معاه صم زي ده.
Number 5. There isn't an MP3 player. لا يوجد مشغل MP3. MP3 لا يوجد مشغل الأغاني. But لكن there هاخد ايه من دول؟ two mobile phones. عندنا اتنين موبايل فون. There are ولا aren't ولا is ولا isn't. هنقول there are. There are ليه قلنا are؟ علشان هنا two mobile phones ده جمع، يبقى لازم ناخد حاجة جمع. طيب ما هو في جمع بس منفي هنا، يبقى is دي و is دي. isn't دي، دي للمفرد مثبت ودي مفرد منفي، يعني الاتنين دول مش هينفعوا معانا. طيب are ولا aren't؟ هناخد are مثبتة. ليه؟ لأنه هنا في but. but دي تفيد التناقض أو التعارض، طالما الجزء ده منفي يبقى الجزء ده مثبت. خلاص، عشان كده خدنا r المثبتة. الجملة بتقول يوجد، لا يوجد MP3 player مشغل الأغاني، لكن يوجد اتنين موبايل. number 6. ناخد ايه من البدايات دي؟ any juice in the bottle، أي عصير في الزجاجة. is there، are there، there is ولا there are. هقول ايه؟ هقول is there. طيب ليه قلت is there؟ علشان احنا بنسأل عن ايه؟ عن جوس. جوس ده اسم لا يعد، وطالما لا يعد بالنسبة لي مفهوم اسم لا يعد كأني انا مش قادر اعده، وطالما مش قادر اعده يبقى خلاص وقف عندي عند الرقم واحد، مش قادر اعد تاني، وطالما واحد يبقى مفرد. خلاص، يبقى طالما مفرد هنبدأ السؤال ب is. is دي هي للمفرد، وبعد كده نقول the، يبقى معناها هل يوجد أي عصير في الزجاجة؟ طيب ليه ما أخدناش there is وهي للمفرد؟ لأنه there is دي نبدأ بيها الجملة، لكن إحنا عايزين نبدأ السؤال فنبدأ ب verb to be. أما are there و there are دول يستخدموا للجمع. are there تستخدم للسؤال عن حاجة في صيغة الجمع، و there are تستخدم في جملة نتكلم فيها عن حاجة جمع. خلاص؟ اوكي. نمبر 7 هنقول there، ناخد ايه من اختيارات دي؟ any notebooks in my bag، لا يوجد اي كراسات في حقيبتي. طيب notebooks دي جمع، وطالما جمع يبقى هناخد ايه؟ هناخد are او aren't. طب هناخد مين فيهم؟ هناخد aren't. ليه؟ علشان any تدل على النفي، فعشان كده خدنا aren't المنفي. خلاص، نقول كمان اخدنا ليه aren't بالذات وسبنا الاختيارات دي؟ لو انه هنا بيقول notebooks دي فيها is يعني جمع، وطالما جمع يبقى is و isn't مش هتنفع معاها، هناخد يا اما are المثبتة يا اما aren't المنفية. اخدنا ليه المنفية؟ علشان هنا في any اللي بتدل على النفي. number 8 there aren't، لا يوجد ايه؟ هناخد ايه من الاختيارات دي؟ boys in the class، in the class لا يوجد أي أولاد في الفصل. هنقول some بمعنى بعض، ولا any، ولا no، ولا much. هنقول there aren't any، لا يوجد أي أولاد في الفصل. أدي aren't للنفي يستخدم معها any، يبقى any تستخدم في الجملة المنفية. number 9 there isn't، لا يوجد ايه؟ meat on the table، لحمة على المنضدة. طيب هنقول a ولا a lot ولا some ولا any؟ هنقول برضو any علشان دي صيغة النفي، صيغة النفي بنستخدم معاها any. أما some تستخدم في الجملة المثبتة، و a lot لازم يجي بعدها of، و a دي أداة نكرة تيجي قبل الاسم المفرد الذي يعد، لكن meat لا تعد. number 10 ناخد ايه من الاختيارات دي؟ any girls in your class، عايز اقول لك اي فتيات في فصلك. there is ولا is there ولا there are ولا are there. هنقول ايه؟ هنقول are there. طيب ليه قلنا are there؟ عشان هو قال girls اهي فيها is يعني جمع، وطالما جمع يبقى there is مش هتنفع، ولا is there مش هتنفع، هناخد ايه؟ يا اما there are يا اما are there. هنستخدم are there في صيغة السؤال، السؤال بنجيب فيه verb to be الاول. خلاص، لكن دي هنستخدمها في الجملة المثبتة. number 2 read and correct the underlined words، اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. number 1 there aren't some eggs in the fridge،
عايز اقول لك لا يوجد بعض البيض في فريج الثلاجة. طالما في ارنت هنا في نط للنفي يبقى هنستخدم اني مش سم. سم تستخدم في الجملة المثبتة، يبقى هنكتب هنا اني، ادي اني. طيب نمبر 2، اي بيسأل بي بيجاوب is there any milk in the bottle، هل يوجد اي حليب في الزجاجة؟ no there is. طيب ازاي احنا بنقول no بالنفي؟ طالما قلنا no يبقى نقول no there isn't، ادي isn't. نمبر 3، is there any figs in the fridge، هل يوجد اي تين في الثلاجة؟ طيب هنا figs، figs دي جمع، وطالما جمع، طالما جمع يبقى هنسأل بإيه؟ R، أدي R. Are there any figs in the fridge؟ Number 4، we don't have some books on the shelves، يعني نحن لدينا، ليست لدينا بعض الكتب على الأرفف، لا هنقول ليست لدينا أي كتب على الأرفف. أي دي اسمها إيه؟ any، وبتيجي في الجملة المنفية زي ما احنا قلنا، لكن some بتيجي في الجملة المثبتة. Number 5، there aren't any rice in the dish، لا يوجد أي أرز في الطبق. طيب كلمة rice كلمة لا تعد، وطالما لا تعد يبقى أنا ما أقدرش أعدها، يعني وقفت عندي عند الرقم 1. طالما 1 يبقى مفرد، مفرد مينفعش نقول aren't، هنقول إيه؟ هنقول isn't. النفي ب aren't ده خطأ لأنه في صيغة الجمع، إحنا عايزين مفرد، يبقى هنقول إيه؟ isn't، آدي is ونط. Number 6، بيقول can I have any juice please، هل يمكنني أن أحصل على أي عصير؟ لا يقول له بعض العصير، يبقى some. some هنستخدمها في السؤال اللي الغرض منه الطلب أو العرض، وده الغرض منه الطلب، أنا بطلب بعض العصير. صفحة 154، time to practice choose the correct answer from A B C or D. Number 1، they، ناخد إيه من الاختيارات؟ add websites for information now، عايز اقول لك هم يلقون نظرة على المواقع الالكترونية من اجل المعلومات الان. في هنا now، now دي تدل على الزمن ايه؟ المضارع المستمر. طيب مضارع مستمر ادي الفعل عندك they، عايزين بعده ايه؟ verb to be، وفعل مضاف له ing اللي هو ايه؟ are looking. هنجيب القلم ونقول are looking هو الاختيار الصحيح. number 2، look، انظر. عادل هناخد ايه من الافعال دي؟ in the garden في الحديقة. طالما قال look يبقى ده زمن ايه؟ مضارع مستمر، انا بقول له بص كده او شوف. طالما بقول له بص على الحاجة يبقى هي بتحصل دلوقتي الان now، يبقى مضارع مستمر. طالما مضارع مستمر يبقى ادي عادل اللي هو الفاعل، عايزين بعده verb to be مناسب لهذا الفاعل. عادل ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. طالما مفرد يبقى هناخد الفعل اللي فيه ايه؟ verb to be is، وادي عندك working، يبقى look عادل is working in the garden. بس خلي بالك الجملة دي غريبة شوية في صياغتها، كان المفروض يقول look انظر عادل is playing in the garden، يلعب في الحديقة مش بيعمل في الحديقة. اوكي يبقى هي كمعنى مش راكبة، لان الاختيارات دي كلها المفروض كانت هتبقى ايه؟ plays are playing او play او is playing، خلاص. لكن كقاعدة الاختيار الصحيح هو is working. number 3، my sisters are، يعني اخواتي are، ناخد ايه من الافعال دي؟ the dishes الاطباق، at the moment، at the moment معناها في هذه اللحظة. طالما في هذه اللحظة يبقى مضارع مستمر، مضارع مستمر my sisters هي الفاعل، وطالما ده فاعل فيه هنا is اهو جمع، يبقى خدنا verb to be في الجمع اللي هو are، محتاجين ايه كده؟ محتاجين الفعل مضاف له اي ان جي اللي هو washing يغسلون. number 4، the boys الاولاد، هناخد ايه من الاختيارات دي؟ in the playground now، في الفناء الان. طالما في now دي تدل على زمن المضارع المستمر، يبقى هنجيب الفاعل اللي هو the boys، بعد كده verb to be المناسب لي هي هو يا is the are، هنستخدم ايه؟ استخدم are، وبعد كده الفعل المضاف له اي ان جي. ليه خدنا ار؟ عشان the boys فيها اس يعني جمع، يبقى تاخد ار وبعد كده الفعل play مضاف له ing يبقى ار playing.
Number five, my friend, صديقي. ناخد ايه من الاختيارات؟ His homework now. واجبه المنزلي الآن. طالما now الآن يعني مضارع مستمر. My friend ده مفرد، وطالما مفرد يبقى هياخد verb to be is، وبعدها الفعل المضاف له ing يبقى is printing، يبقى صديقي يطبع أو ينسخ. يطبع، صديقي يطبع، واجبه المنزلي الآن. Number six, mom and my sister، يعني والدتي وأختي. مالهم؟ a cake at the moment، بيعملوا ايه؟ بيخبزوا كيكة في هذه اللحظة. at the moment تدل على زمن ايه؟ المضارع المستمر. طيب mom دي شخص واحد، وكمان مين؟ my sister أختي، يبقى دول اتنين. طالما اتنين كأنك بتقول ضمير الفاعل they. they هياخد بعدهم verb to be ايه؟ are، وبعد كده الفعل مضاف له ing تبقى are baking. لكن is دي هنستخدمها مع المفرد، ما ينفعش نقول ان ماما والاخت الاتنين ياخدوا is. number 7 بسملة. مالها؟ كان ولا does ولا is ولا has sleeping now. ادي now تدل على زمن المضارع المستمر. بسملة دي مفرد يعني واحد بس، يبقى هنقول ايه؟ ادي is verb to be is، والفعل sleep مضاف له ing. number 8 some kids، بعض الاطفال. مالهم بقى؟ هناخد ايه من اختيارات؟ noise inside the class يعني بيصدروا او بيعملوا ضوضاء او ضجيج داخل الفصل. طيب هنقول is making ولا makes ولا making ولا are making. kids دول جمع اهي حرف الاس، وطالما جمع يبقى هناخد ايه؟ verb to be المناسب للجمع اللي هو are، والفعل make مضاف له ing يبقى are making، يصنعون ضجيجا داخل الفصل. number 9 هقول ايه في number 9؟ مين من دول؟ is cleaning the house at the moment، يعني ينظف المنزل في هذه اللحظة. طب انا هعرف ازاي مين اللي بينظف المنزل في هذه اللحظة؟ حسب ايه؟ بص كده verb to be is. verb to be is يستخدم مع مين؟ مع ميادة. ميادة اللي هي ممكن يحل محلها ضمير الفاعل she، هنقول she is cleaning the house at the moment، يبقى هي دي اختيارنا. لكن مش هينفع مع ميادة and her mom. ميادة and her mom هيساوي ضمير الفاعل they، مينفعش اقول they is، صح؟ اوكي. طيب we، هقول we is؟ لا، هقول we are. طب I، هقول I is؟ لا، هقول I am. خلاص، عشان كده اخترنا ميادة بالذات هي اللي بتنظف البيت في هذه اللحظة. number 2 read and correct the underlined words، يعني اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. number 1 she is watches a nice program now، هي بتتفرج على برنامج جميل او لطيف الان. now الان يعني ايه؟ يعني مضارع مستمر. مضارع مستمر يعني الفاعل هو she، بعد كده verb to be is، عايزين ايه؟ الفعل مضاف له ing، يبقى هتبقى ايه؟ watching. ادي watching. اوكي، ادي watching. number 2 احمد is played chess online، احمد يلعب chess اللي هو الشطرنج اونلاين عبر الانترنت. طيب يبقى عندك فعل طالما اونلاين عبر الانترنت يعني هو الان متصل بالانترنت، يبقى ده مضارع مستمر. مضارع مستمر ادي الفاعل احمد وverb to be is، عايزين ايه؟ الفعل مضاف له اي ان جي يعني playing. ادي play وهضيف له اي ان جي. number 3 I drink tea at the moment، انا اشرب الشاي في هذه اللحظة، يبقى فاعل اللي هو I وبعد كده verb to be المناسب ليه اللي هو ايه؟ am، وبعد كده الفعل drink بس هضيف له ادي drink وهضيف له ing هيبقى ايه؟ drinking، يبقى I'm drinking. ليه؟ عشان هو قال at the moment تدل على المضارع المستمر. number 4 علي and كمال is riding their bikes، علي وكمال يقودوا دراجاتهم. طيب علي وكمال ينفع نقول is دي للمفرد. علي وكمال كأنك بتقول ضمير الفاعل they، وطالما قلت they يبقى هتقول are، يبقى هناخد verb to be are بدال is، وعندك الفعل ride اهو مضاف له ing. number 5 listen، اسمع. she sings beautifully، هي تغني بطريقة جميلة. طيب طالما قلت listen انا هقول لحد اسمع، اسمع كده، يبقى انا طالما بقول له اسمع حاجة يبقى الحاجة دي شغالة الان، بتحصل دلوقتي وقت الكلام، وطالما وقت الكلام يبقى ده مضارع ايه؟ مستمر. طيب مضارع مستمر يعني ايه؟ يعني الفاعل اهو موجود قدامك شي
عايزين ايه؟ فيرب تو بي المناسب لهذا الفعل. عايزين فيرب تو بي هو از، وبعد كده الفعل مضاف له اي ان جي. الفعل اسمه ايه؟ سينج. يعني هو اساسا اخره اي ان جي، بس انت برضه هتضيف له اي ان جي تاني، هيبقى ايه؟ سينجينج. نمبر 6 هيقول ايه؟ My little sister يعني اختي الصغيرة aren't doing her homework at the moment، لا تقوم بأداء واجبها المنزلي في واجبها المنزلي في هذه اللحظة. طيب طالما في هذه اللحظة at the moment يبقى مضارع مستمر. مضارع مستمر ينفع اقول my little sister are not؟ لا، my little sister دي مفرد، كأنك بتقول ضمير الفاعل she، وطالما she يبقى هتقول ايه بدل aren't؟ هتقول isn't. عايزين is بس منفية تروح تبقى ايه؟ isn't. يبقى ادي isn't. عرفت جت ازاي isn't بدال aren't؟ عشان my little sister دي مفرد. هنكمل هنا صفحة 156. test yourself، اختبر نفسك على اول درسين عندك في الوحدة الرابعة. listen and choose the correct answer from A, B, C or D. number one، عندك طبعا في نص استماع موجود في نهاية الكتاب، انت ممكن ترجع له وهتلاقي الإجابات بإذن الله سهلة، وهي موجودة الأربع إجابات قدامك لو حابب تستعين بها. number two، choose the correct answer from A, B, C or D. number one، A من الحاجات دي is a photo you take for yourself، هو عبارة عن صورة أنت تلتقطها لنفسك. door باب، printer طابعة، selfie صورة، selfie صورة الأمامية أو بالكاميرا الأمامية للموبايل، ولا castle قلعة طبعا selfie. number two، my computer الحاسب بتاعي أو الكمبيوتر بتاعي. ايه هناخد ايه من الكلمات دي؟ makes a loud click يعني تصنع صوت النقرة، صوت الكليك مرتفع، اللي هو صوت ايه ده؟ ماوس الفأرة، ولا برينتر الطابعة، ولا تشارجر الشاحن، ولا تابلت صوت التابلت؟ لا، ده صوت ايه؟ فأرة الكمبيوتر، فأرة الكمبيوتر اللي هي دي. اوكي طيب، يبقى احنا قلنا ايه؟ ماوس. نمبر 3، young people use the، الشباب young people هم صغار السن، هم الشباب، بيستخدموا ايه من الحاجة دي؟ to listen to music ليستمعوا للموسيقى، charger شاحن، mp3 player مشغل mp3، ولا printer شاحن، ولا printer طابعة سوري، ولا ماوس فأرة. هيستخدموا الجهاز ده عشان يستمعوا للموسيقى. number 4، you can، انت يمكنك تاخد ايه من الافعال دي؟ on the icon على الايقونة، and find information وتجد المعلومات. tap دي بمعنى ايه؟ تنقر، ولا tape بمعنى شريط زي ما نقول سوري tape شريط اللاصق، ولا try تجرب، ولا look تنظر. هنقول ايه؟ هنقول tap on. يمكنك ان تنقر على الايقونة وتجد المعلومات. number 5 بيقول مستر أسامة، الأستاذ أسامة is، ناخد ايه من الأفعال دي؟ his phone هاتفه المحمول، with a phone charger بشاحن الهاتف، wearing wear بمعنى يرتدي، kill يقتل ومضاف لها ing، break بمعنى يكسر ومضاف له ing، وcharging بمعنى يشحن، هي دي اللي احنا محتاجينها، يشحن هاتفه المحمول بهاتف بشاحن الهاتف. number 6، we usually use mobile phones to send، نحن عادة نستخدم الهواتف المحمولة لنرسل ايه؟ messages رسائل. test بمعنى اختبار او يختبر، ولا taste يتذوق، ولا text بمعنى نص، ولا تاكسي. هنقول text messages يعني رسائل نصية. number 7، there's a phone charger، يوجد ايه؟ شاحن هاتف. هناخد ايه من ظروف المكان؟ of the printer للطابعة. next احنا قلنا يجي بعدها حرف جر to، behind تيجي بدون حرف جر، اما in front يجي بعدها حرف جر of، هي دي اللي هناخدها، in front of بمعنى امام، under بتيجي بدون حرف جر. يبقى يوجد شاحن هاتف امام الطابعة. number 8، my sister اختي، ناخد ايه من الافعال دي؟ me، with my homework at the moment، في واجبي المنزلي في هذه اللحظة. ادي at the moment تدل على زمن المضارع المستمر، وطالما مضارع مستمر my sister دي كأنك بتقول ضمير الفاعل she. هياخد ايه verb to be؟ هياخد is. ادي اهو موجود قدامك is، والفعل مضاف له ing is helping. صفحة 157، number 9،
ناخد ايه من البدايات دي؟ A lot of supermarkets in your city. عايز يقول لك هل يوجد الكثير من السوبر ماركتس في مدينتك؟ هيقول is there ولا there is ولا there are ولا are there. ركز معايا ان هو قال سوبر ماركتس فيها حرف اس يعني جمع، وطالما جمع يبقى اللي فيها از، اختيار از هنا او هنا ده للمفرد مش هينفع، ده للمفرد في السؤال وده للمفرد في الجملة المثبتة. اما احنا عايزين ايه؟ حاجة للجمع يعني verb to be للجمع، اللي هو يا اما there are او are there. مين هيستخدمها في السؤال؟ are there. في السؤال بيجي ايه؟ بيجي verb to be الاول، هنقول are there a lot of، هل يوجد الكثير من سوبر ماركتس في مدينتك. number 10 there aren't، ناخد ايه من اختيارات دي؟ trees in front of my house، يعني اشجار بامام منزلي، امام منزلي. هنقول any ولا some ولا a ولا a lot؟ هنقول any. ليه؟ لانه انت في الجملة المنفية وعندك aren't ايه فيها نط فيها نفي، يبقى any في الجملة المنفية. لا يوجد اي اشجار امام منزلي. number 3 read and correct the underlined words، اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. number 1 منال having lunch with her family now، منال تتناول طعام الغداء مع عائلتها الآن. ادي now تدل على المضارع المستمر. طيب منال دي كأنك بتقول ضمير الفاعل she، هنجيب بعدها verb to be is والفعل بعد كده مضاف له ing having، يبقى منال is having lunch. خلاص يبقى أول تصحيح عندك is having، ادي is وبعد كده having. طبعا عند إضافة الـ ing للفعل have عشان آخره اي غير منطوقة هنحذفها ونضيف الـ ing. number 2 there isn't some sugar in my tea، لا يوجد بعض السكر في الشاي بتاعي. لا، هنقول some دي تستخدم في الجملة المثبتة، عايزين بدلها اللي بيستخدم في الجملة المنفية اللي هو ايه؟ any. ادي اني، ويبقى معنى الجملة لا يوجد اي شاي، لا يوجد اي سكر في الشاي بتاعي. number 3 I'm play chess online now، انا العب شطرنج عبر الانترنت الان. طالما الان now وده متصل بالانترنت الان يبقى مضارع ايه؟ مستمر. ادي الفاعل اي verb to be بتاعه ام، عايزين ايه؟ عايزين الفعل مضاف له اي ان جي يعني playing، ادي playing. طيب number 4 there are an mp3 player behind the laptop، يوجد ايه؟ يوجد مشغل الاغاني خلف اللابتوب. طيب هنقول there ايه؟ there is. طيب هنكتب is الاول وهقول لك ليه. ليه قلنا there is؟ ليه؟ لانه and دي اداة نكرة تستخدم قبل الاسم المفرد، يبقى كده ده مفرد، وطالما مفرد يبقى هنقول there is لانه ارضي للجمع. number 4 بيقول write a paragraph، اكتب paragraph of about 80 words on، من حوالي 80 كلمة على technology you use in classroom، in the classroom، الوسائل التكنولوجية اللي انت بتستخدمها في الفصل بتاعك. الكلام ده هتلاقيه موجود في نفس الكتاب هنا في صفحة 155، في كتاب جيم صفحة 155 هيقول ازاي احنا بنستخدم التكنولوجيا وايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها، سواء الهاتف المحمول او تشارجر او شاحن طبعا، او اللابتوب، اجهزة اللابتوب والكمبيوترز وكل ده. خلاص كده احنا وصلنا لحد صفحة 157، خلصنا اجابات الدرسين 1 و2 في اول درسين عندك في الوحدة الرابعة. ان شاء الله هنستكمل مع بعض منهجنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.